يقول فيها ثلاثة أشخاص أصدقاء في الابتدائي وفي المتوسط، تخبرون ثالث في المتوسط من أول كان يجي تعميم من المعهد معهد المعلمين اللي يبغى يلتحق، والمميزات بين له سكن وله مكافأة وثلاث سنوات ويتخرج معلم تعيينه مباشر. هنا ثلاثة أصدقاء قالوا إيش رأيك بنروح المعهد؟ قالوا تم، وراحوا وخلال الثلاث سنوات في المعهد ثم تخرجوا وتعينوا في قرية خارج المدينة وخذوا فيها عدة سنوات الثلاثة مع بعض. ولما رجعوا إلى ديرتهم انقلوا، واحد من الثلاثة هادي ولكن إنه راعي نكتة لما جابها مضحكة، والاثنين لا والله مفرفشين. أراد الله أن الثالث هذا يتزوج قبلهم، وتزوج وتزوج له مرة حارة شوي. وين رايح؟ وين جاي؟ وش جابك؟ قال مع فلان وفلان. وش فلان وفلان؟ ومخلينا وتاركنا ومن هذا القبيل. المهم يوم من الأيام يوم الخميس رادوا زيارته وقالوا بنزور فلان، نتغدى عنده اليوم. جو طقوا الباب، ولما طقوا الباب بعد سنة ونص من الزواج. قالت من؟ قالوا قولي له زملاء، أنتوا ما خليتوا في حالنا ولا خليتوا في حاله، وأنتوا 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 وأنتوا. وهو داخل وسمعها صوتها، لما سمع صوتها قال ولا كلمة، ادخلوا ادخلوا. قالوا لا آسفين، يمكن احنا زعجناكم، الوقت ما هو مناسب. قال والله أنت قلطوا. قلطوا وتقهوا وتغدوا، لما تغدوا سرح المرأة طلقها. علموا من يوم السبت والأحد إنه مطلق الزوجة. أفا يا أبو فلان عسى ما سببنا وكذا. قال لا والله هذه متراكمات من سنة ونص، والله سبحانه وتعالى أراد ذلك. قال واحد منهم راح لأخته، ولا عنده أخت، خوينا فلان تعرفينه؟ قالت الله الله اللي معكم دائم من الصغر. قالت قال إيش رأيت الرجال طلق وحنا نبي تستاخذينه؟ قالت ما عندي مانع، عن كان أنا فيدك وفيد أبوي. قالت راح الخوية وقال وإيش رأيك؟ قال أنا بزوجها أختي. قال ذاك والله ما راح علي، دعوا يا فلان تعال، حنا والله تسببنا لكن فلان عنده أخته وأنا علي المهر. وزوجوه وعاش عيشة ولله الحمد والمنة. وهذه قصتنا وزايدها سلامة الجميع. بارك الله وجهك.